ازاي ممكن يتم اختراق حسابك البنكي. احنا هنقول لكم في الفيديو ده اول سيناريو من السيناريوهات اللي بتستخدمها العصابات الممنهجة في الموضوع ده. بس قبل ما نقول لكم ده، انا حابة ان انا اطمن الناس ان 90% من حالات السرقة اللي بتتم من خلال الحسابات البنكية بيتم استعادة اموالها، لان سهل جدا ان احنا نتتبع اللي قاموا بعملية السرقة. السيناريو بيحصل كالآتي: العميل او الضحية اللي هيتعرض لعملية نصب من خلال التليفون او من خلال النت هيحصل مع الآتي: هيجيله 3 مكالمات على مدار يومين او 3 ايام. المكالمة الاولانية هيتصل بيها شخص بالضحية وهيفهمه ان هو من شركة كبيرة، وان هو الضحية او العميل البنكي ده كسب مبلغ معين، غالبا بيبقى مبلغ كبير جدا من المال، وهم عايزين يحطوه في حسابه في البنك. فبيسألوه شوية اسئلة عادية جدا: رقمك ايه؟ رقمك القومي ايه؟ اسمك بالكامل ايه؟ تاريخ ميلادك ايه؟ رقم حسابك في البنك ايه؟ وانت عميل في بنك ايه؟ وبالتالي العميل بيديهم البيانات دي بحسن نية وما بيبقاش عارف ان دي عملية نصب. خلصت المكالمة الاولانية، بيلاقي تاني يوم حد تاني بيتصل بيه من رقم تاني وبيفهمه ان هو موظف في البنك اللي هو عميل فيه، بيقول له احنا كلمتنا الشركة سين وقالت لنا ان انت كسبت مبلغ من مال وعايزين يحولوا لحسابك المبلغ ده. فاحنا هنسألك شوية اسئلة عشان نتأكد من حساباتك ومن موافقتك على الموضوع. فبيبتدي بقى الشخص ده اللي هو اصلا تبع التشكيل العصابي ده يقول له كل البيانات اللي هو قالها للشخص الاولاني في المكالمة الاولانية، يقول له حضرتك اسمك كذا وتاريخ ميلادك كذا ورقمك كذا وحسابك كذا، بس احنا عشان نتأكد عايزين نعرف اخر عمليتين تحويل انت قمت بيهم. فبالتالي انت بكل ثقة بتقول له انا عملت عملية مثلا امبارح، عملت اخر عملية النهاردة، فبيبقى عارف اخر عمليتين قمت بيهم. في الوقت ده بيتصلوا هما بالبنك وبيقولوا له، بيكلموه على انهم انت وبيقولوا له طبعا كل التفاصيل الخاصة بيك، وبيطلبوا ان هما يغيروا الباسورد بتاعك. فبالتالي البنك ما بيعملش ده منه لنفسه، فبيقول لهم احنا هنبعت لكم رقم اللي هو الباسورد اللي هو الاو تي بي اللي هو وان تايم باسورد، ده بيتبعت على رقم موبايلك انت، ومجرد ما بيتبعت على رقمك بيتصلوا بيك تاني ويقول لك احنا بعتنا لك رقم عشان ناكد التحويل اللي تم لحسابك. فبالتالي انت بمنتهى حسن النيه بتقول لهم الرقم ده، الرقم ده بيمكنهم ان هم خلاص كده سيطروا على الحساب بتاعك، ومجرد ما بيبلغوا الرقم ده للبنك بيخشوا يغيروا الباسورد بتاعك وبيغيروا رقم التليفون المتسجل على السيستم بتاع البنك، وبيحطوا غالبا بيبقى رقم طبعا تليفون مسروق. بيعملوا ايه؟ بيقوموا قايمين بكل عمليات التحويل اللي هم عايزين يعملوها، وغالبا بتتم عمليات التحويل دي يا اما على حسابات بره مصر او على بطاقات مدفوعه مقدما. طبعا كل اللي انا بقوله لكم ده بيتم في خلال دقائق، بمجرد ما بيغير رقم التليفون والباسورد بيقوم بالعمليات التحويل بشكل سريع، وطبعا بتيجي الرسائل من البنك على رقم التليفون اللي اتغير، فانت ما بتعرفش حاجه لغايه اما تكتشف بالصدفه لما تروح تسحب مثلا فلوس من الاي تي ام او تقوم بعمليه دفع مثلا الكتروني، فتكتشف الموضوع فتبتدي ان انت تتجه للبنك وتعمل شكوى. دي كانت احد السيناريوهات اللي بيستخدمها النصابين والمحتالين او التشكيلات العصابيه لسرقه الحسابات البنكيه. احنا بنحاول ان احنا نعمل لكم عمليه توعيه، او نعمل للناس والمواطنين عمليه توعيه ان ما ينجرفوش ورا الاغراءات اللي بيعملوها النصابين. مش اي حد يكلمك تقول له بياناتك، مش اي حد يكلمك تقول له حاجات خاصه بيك. رقم السر اللي بيجي لك على موبايلك ما تشاركوش مع اي حد ايا كان، رقم ده ليك انت فقط. وارجع اطمنكم تاني، فلوسنا في البنوك امنه. القطاع المصرفي في مصر من اقوى القطاعات المصرفيه على مستوى العالم، ده لازم حاجه احنا نكون متاكدين منها. هرجع اقول لكم تاني برضو ان 90% من العمليات اللي بتحصل دي اصحابها بترجع لهم فلوسهم عشان بيقدروا يوصلوا للعمل كده. شكرا.